سألتم عن إلهي فهو الرحمن الرحيم، أو سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأعلمني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى العاصي، ونور الله لا يهدى العاصي. فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأعلمني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى العاصي، ونور الله لا يهدى العاصي. الحمد لله الحمد لله، منشئ الخلق من عدم، ثم صلاة على المختار في القدم. إن سألتم عن إلهي فهو الرحمن الرحيم، أو سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول قال الله جل جلاله، والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات يمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأن منه ري أنهل، وقد الصراط يمد فوق جهنم، فموحد الناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفقون، وإن ابتدعت فما عليك معول.
لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابها حين ترى الله ما حراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما حراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله أفضل صدقة هي التي تصدق بصدقة يمينه ويخفيها شماله خلق الله الأرض والجبال والحديد الماء والريح كلهم أشد أكثر شدة من هذه الذي تصدق بيمينه ويخفيها شماله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما حراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله أنا أصحو مبكرا فأتوضأ وأصلي ثم أرفع يدي في خشوع في خشوعي وأدعو الله تعالى لنفسي وأبي وأمي والناس جميعا وأطلب منه أن يهدينا في حياتنا ويعطينا كل خير ويحمينا من كل شر يا إله العالمين هب لنا منك رشادا ربي جملا بعي علمي واحمنا من كل سوء وامنح الإسلام
عزا يا إله العالمين، ويوفقنا إلى طلب العلم، ويحفظ المسلمين، ويحفظ المسلمين. يا مجيب السائلين وشباتا ويقين، وأهدنا دنيا ودينا، وانشر الخيرة فينا. يبعث النصر المبين يا إله العالمين، يا إله العالمين. هب لنا منك رشادا ربي، جملنا واحمنا من كل سوء، وامنح الإسلام. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أو سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أو سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم. شكوت إلى وكيعي سوء حفظي، سوء حفظي، سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأعلمني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى العاصي، ونور الله لا يهدى العاصي. الحمد لله، الحمد لله، منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم، على حبيبك خير الخلق كلهم، كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم، كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم. إن سألتم عن إلهي فهو
إلهي فهو رحمن رحيم. أوسع أنتم عن نبي عن نبي فهو إنسان عظيم. الحمد لله الذي بلغنا رمضان شهر عظيم شهر مبارك. رمضان شهر معيار مجد الطادوش رمضان رمضان اشتاك و تبكي يا بنسوا رمضان. يا الله نسألك السلام والإصلاح والشفاء يا ذا الجلال والإكرام. الرحمن الرحيم الرؤوف الغفار الجبار الشكور البصير.